رئيس ناوي يبعتك سفير في لندن، وده أفضل منصب دبلوماسي يتمناه إنسان، والريس متعشم تقبل المنصب. بعد ما خلص كلامه الفريق الشاذلي قال له: يا محمد، لو الرئيس استدعاني وقالي الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي كنت هوافق فورا، لكن انه يبعتلي مع احمد اسماعيل وهو عارف كويس الخلافات اللي بيني وبينه، يبقى كده هو منحاز ليه ومؤيد لموقفه. وبعدين قال له: هرد عليك زي ما رديت على احمد اسماعيل، لو المنصب مكافأة فانا بشكر الرئيس وبعتذر عن المكافأة، ولو عقاب يبقى نحط النقط على الحروف ونتحاسب بطريقة علنية، ومحدش هيقدر يجبرني أقبل أي منصب. عارف اللواء مبارك إن مفيش فايدة، ورجع بلغ السادات باللي حصل. وتاني يوم الجرايد صدرت وفيها خبر تعيين الفريق الجمصي رئيس للأركان من غير أي ذكر لمصير الشاذلي اللي مرحش الخارجية عشان يستلم شغله الجديد، ورغم كده إجراءات تعيينه